السلام عليكم يا طلاب. اليوم إن شاء الله محاضرتنا محاضرة رقم 30، وهي المحاضرة إن شاء الله الأخيرة ضمن سلسلة محاضرات الفصل الرابع، فصل الكيمياء الكهربائية، اللي بعد ما إن شاء الله كملنا موضوع فاراداي قد عدنا الجزئية الأخيرة أو الجزء الأخير الموضوع الأخير يا طلاب، اللي هو موضوع البطاريات، يعني النظائد وخلايا شنو وخلايا الوقود. اوكي، طبعا المحاضرة هي كلامية بحتة يا طلاب، ما بها اي سياق حسابي ولا بها قانون ولا من هذه القضايا، هي المجرد انه تعريف بمعنى البطاريات وانواعها. فعادة ما تسمى الخلايا الجلفانية طلاب بالبطاريات، بالمجمل الخلايا الجلفانية يطلق عليها مصطلح البطاريات. أوكي، وتصنف البطاريات، تقول أن الخلايا الجلفانية تصنف بالبطاريات وتصنف إلى نوعين. يعني أنا مرة أجي أسألك يا طلاب، شوف نوعية الأسئلة، مرة أقول لك عدد أصناف البطاريات مع ذكر مواصفاتها بشكل عام، ومرة أجيب لك إياها على شكل فراغات، أنه تصنف البطاريات إلى فراغ وفراغ. إذن البطاريات يا طلاب تصنف إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول هي بطاريات أولية، وهي التي لا يمكن إعادة شحنها، بينما البطاريات النوع الثاني اللي هي البطاريات الثانوية، والتي هي يمكن إعادة شنو؟ إعادة شحنها. إذن هسه صار عندي أن الخلايا الجلفانية بشكل عام تسمى بالبطاريات، ودير بالك هذا ممكن يعني يجي على شكل فراغ، تسمى الخلايا الجلفانية بفراغ بالبطاريات، وتصنف إلى نوعين هما فراغ وفراغ. فبطاريات أولية لا يمكن إعادة شحنها، وبطاريات ثانوية وهي التي يمكن إعادة شحنها. البطاريات بشكل عام يا طلاب ما تتكون من خلية جلفانية وحدة، لا، البطاريات بشكل عام تتكون من تجميع عدد من الخلايا الجلفانية، طبعا ترتبط مع بعضها بشكل توالي، ويكون جهدها يعني جهد البطارية مساوي لمجموع جهود الخلايا المكونة لها. إذن قسمنا أو صنفنا البطاريات إلى بطاريات أولية وثانوية، وده نقول بشكل عام يا طلاب أن البطاريات عادة ما تتكون من تجميع عدد من الخلايا اللي تربط مع بعضها بشكل توالي أو على التوالي، ويكون جهدها أي البطارية مساوي لمجموع جهود الخلايا المتكونة شنو المتكونة منها. ماشي عيني؟ زين، سنأخذ بعض أنواع شنو بعض أنواع البطاريات الشائعة الشنو الاستخدام. هسه احنا صنفناها إلى أولية وثانوية، لكن من ضمن هاي الأنواع هنأخذ نوعين من البطاريات، اللي هي بطارية الخزن الرصاصية والخلية الجافة، يسموها خارصين كربون. أوكي، يعني شلون مثلا أخذنا من أنواع الخلايا الإلكتروليتية خلية التحليل الكهربائي لمنصهر كلوريد الصوديوم وخلية الطلاء الكهربائي، شلون من أخذنا مثلا من أشهر أنواع الخلايا الجلفانية خلية دانيال. بس احنا دا نتحدث على بعض أنواع البطاريات الشائعة. النوع الأول هي بطارية الخزن الشنوة الرصاصية. تستعمل هذه البطارية، يعني بطارية الخزن الرصاصية، تستعمل في تشغيل السيارة وكثير من المعدات الكهربائية والصناعية. هذه بطارية السيارة أو الباتري اللي احنا نسميها طلاب، هو نوع من أنواع البطاريات اللي يسمى بطارية الخزن الرصاصية. وهذه البطارية تتكون من مجموعة خلايا رصاصية جلفانية، جهد كل منها أكثر بقليل من 2 فولت. وهذه البطارية مجموعة يا أما من 3 أو 6 خلايا. هسه البطارية بشكل عام تتكون من مجموعة خلايا شنو رصاصية جلفانية،
بالمجمل لو 3 لو 6 خلايا جهد كل خلية بها أكثر من 2 فولت. أوكي، هذه الخلايا تعمل كخلية واحدة جهدها يا أما 6 فولت أو شنو أو 12 فولت على التوالي. إذن بطارية الخزنة الرصاصية، إذن عيد يا طلاب، بطارية الخزنة الرصاصية استعمالها تستعمل في تشغيل السيارة وفي كثير من المعدات، وتتكون من مجموعة خلايا رصاصية جلفانية جهد كل خلية أكثر من 2 فولت تقريبا. وهذه البطارية مجموعة من 3 أو 6 خلايا تعمل كخلية واحدة جهدها أما 6 فولت أو 12 شنوة أو 12 فولت. سؤال عندنا مهم يا طلاب، هذا السؤال مهم، لأن أنا مرة أجي أقول لك بالسؤال ما هي مكونات بطارية الخزن الرصاصية، ممكن أسأل نفس السؤال على شكل شنوة فراغات. أول مرة خلينا نقول ما هي مكونات بطارية الخزن الرصاصية؟ آنودها، الآنود بها يتكون من الرصاص بي بي، والكاثود يتكون من أكسيد الرصاص بي بي أو 2، ومحلول الخلية هو عبارة عن محلول إلكتروليتي من حامض الكبريتيك H2SO4 اللي تتراوح كثافته عند شحن البطارية من 1.2 ملي غرام إلى 1.3 ملي شنوة ملي غرام. أوكي، إذن هسه أقول مثلا ما هي مكونات بطارية الخزنة الرصاصية، ومرات نفس المكونات أجيبها على شكل فراغات. يعني شو أجي أقول لك آنود بطارية الخزنة الرصاصية هو فراغ، بينما الكاثود هو فراغ، ومحلولها الإلكتروليتي هو عبارة عن فراغ. إذا افتهمنا أن آنودها يتكون من الرصاص، والكاثود يتكون من أكسيد الرصاص، والمحلول الخلية هو عبارة عن محلول إلكتروليتي لحامض الكبريتيك اللي تتراوح كثافته عند شحن البطارية من 1.2 غرام على مليلتر إلى 1.3 غرام على من على مليلتر. فدير بالك على مكونات بطارية الخزن الرصاصية. طيب عملها وكيف يمكن إعادة شحنها؟ عملها يا طلاب عند استمرار عمل الخلية حتترسب مادة كبريتات الرصاص بشكل مسحوق أبيض على القطبين. تترسب عند استمرار عمل الخلية تترسب كبريتات الرصاص بشكل مسحوق أبيض على القطبين كما يستهلك حامض الكبريتيك الموجود بشكل متأين، فتزداد كمية الماء في الخلية مما يؤدي إلى انخفاض كثافة محلول الحامض. إذن عملها بشكل عام يا طلاب، عملها عند استمرار عمل من الخلية حتترسب مادة كبريتات الرصاص PSO4 بشكل مسحوق أبيض عند القطبين مما يؤدي إلى استهلاك حامض الكبريتيك الموجود بشكل متأين، وبالتالي حتزداد كمية الماء، وهذا حيؤدي إلى انخفاض في كثافة محلول الحامض. طيب كيف يمكن إعادة شحن بطارية الخزن الرصاصية؟ شوف هذا إجان عندي دورين بال 2015، دور الأول خارج، و 2017 دور الأول خارج. لذلك هذا السؤال يا طلاب هو سؤال مهم. أوكي، من أجي أقول لك كيف يمكن إعادة شحن بطارية الخزنة الرصاصية، وذلك بإمرار تيار كهربائي خارجي لعكس تفاعل الخلية، فتصبح البطارية مجموعة خلايا إلكتروليتية حيث يتفكك رأس كبريتات الرصاص من على القطبين، وبالتالي يستعيد الحامض تركيزه، أي بما معنى يستعيد كثافته. من جديد أقول يابا عملها باستمرار عمل الخلية تترسب كبريتات الرصاص بشكل مسحوق أبيض على القطبين، وكما يستهلك
حامض الكبريتيك الموجود بشكل متعين مما يؤدي إلى زيادة في كمية الماء فتقل كثافة الحامض. طيب حتى نعالج هذه الوضعية، لأن البطارية تشتغل وبالتالي الشغل عكسي عليها اللي هو إعادة شحنها باستمرار، فكيف يمكن إعادة شحن بطارية الخزنة الرصاصية وذلك بإمرار تيار كهربائي خارجي لعكس تفاعل الخلية، فتصبح البطارية مجموعة خلايا إلكتروليتية حيث يتفكك رأس كبريتات الرصاص من على القطبين ويستعيد الحامض تركيزه أو شنو أو كثافته. هذا كل ما يدور في النوع الأول من البطاريات، هي بطارية الخزنة الرصاصية، آنودها وكاثودها ومحلول الخلية، مهم جدا عملها وكيفية إعادة شحنها. أما النوع الثاني من الخلايا طلاب هي الخلية الجافة أو يسمونها خلية الخارصين كربون، هي عبارة عن وعاء خارصين يعمل كآنود، عبارة عن وعاء خارصين يعمل كآنود مملوء بمعجون رطب من أكسيد المنغنيز MnO2 والكربون اللي هو بهيئة جرافيت وكلوريد من وائل الأمونيوم، عبارة عن وعاء خارصين، وعاء خارصين يعمل كآنود مملوء بمعجون رطب، هذا المعجون رطب من ثلاث مواد MnO2 وكربون جرافيت وكلوريد المنوى الأمونيوم. طيب هنا سؤال وزاري جايب عليه مهم جدا اللي هو بال2020 دور الثاني تكميلي يا طلاب، مما يتكون آنود وكاثود البطارية الجافة؟ أوكي، وما أهم مميزاتها واستعمالاتها؟ الآنود هو الخارصين والكاثود هو الكربون أي الجرافيت. الآنود هو الخارصين والكربون والكاثود هو الكربون أي الجرافيت. مميزاتها واستعمالها، مميزاتها تعطي جهد مقداره 1.48% فولت وغير قابلة للشحن. أما أهم استعمالاتها تستخدم في أجهزة الراديو والحاسوب. دير بالك علي هذا السؤال جدا مهم، ها مهم جدا خاف تقول، أوكي مهم جدا. مما تتكون أو يتكون آنود وكاثود البطارية الجافة وما أهم مميزاتها واستعمالاتها؟ آنودها الخارصين والكاثود هو الكربون أو الجرافيت، ومن أهم مميزاتها أنه تعطي جهد مقداره 1.48% فولت وغير قابلة للشحن، وتستخدم في أجهزة الراديو وشنو في أجهزة الراديو والحاسوب، في أجهزة الراديو والحاسوب. طبعا أنا كل شيء ما أقدر أسوي لك بهاي المحاضرة يا طلاب للأمانة، هي محاضرة كلامية بحتة ومحتاجة من عند فقط الحفظ والتركيز. هسه قسمنا الخلايا أو قلنا بشكل عام يا طلاب دير بالك خافيج فراغ، عادة تسمى الخلايا الجلفانية بالبطاريات، وتصنف إلى نوعين هما بطاريات أولية وبطاريات ثانوية. البطاريات الأولية اللي لا يمكن إعادة شحنها، والبطاريات الثانوية اللي هي يمكن إعادة شحنها. البطارية بشكل عام تتكون مو من خلية واحدة، وإنما من تجميع عدد من الخلايا اللي تربط على التوالي، ويكون جهد البطارية مساوي لمجموع الخلايا المتكونة منها. مثاليا على البطاريات بطارية الخزنة الرصاصية والبطارية الجافة أو يسمونها خلية الخارصين شنو كربون. بطارية الخزنة الرصاصية اللي تستعمل في تشغيل السيارة وكثير من المعدات الصناعية والكهربائية، وتتكون من مجموعة خلايا جلفانية رصاصية 3 أو 6، جهد كل منها أكثر بقليل من 2 فولت، أي بما معنى أنه تعمل كخلية واحدة جهدها 6 فولت أو 12 فولت. آنودها الرصاص، كاثودها أكسيد الرصاص، ومحلول الخلية هو محلول الكتروليتي لحامض الكبريتيك اللي تتراوح كثافته عند الشحن من 1.2 × 10 ملغرام أو غرام على مللتر إلى 1.3 × 10 غرام على مللتر. دير بالك على عملها وكيفية إعادة شحنها. باستمرار عملها حيترسب راسب أبيض أو على شكل مسحوق أبيض هو كبريتات الرصاص على القطبين،
بالتالي حيستهلك حامض الكبريت الموجود بشكل متأين، فتزداد كمية الماء مما يؤدي إلى انخفاض في كثافة محلول الحامض. أما لإعادة شحن هنمر تيار كهربائي خارجي لعكس تفاعل الخلية، فتصبح البطارية مجموعة خلايا إلكتروليتية، حيث راح يتفكك رأس الكبريتات الرصاص من على القطبين ويستعيد الحامض تركيزه أو كثافته. الخلية الجافة قلنا عبارة عن وعاء من الخارصين مملوء بمعجون رطب من أكسيد المنغنيز والكربون وكلوريد الأمونيوم. بشكل عام آنودها الخارصين وكاثودها الكربون أو الجرافيت مميزاتها تعطي جهد مقداره 1.48 فولت وغير قابل للشحن، وأهم استخداماتها تستخدم في أجهزة الراديو والحاسوب. طيب الحمد لله كملنا تصوير كامل الفصل الرابع يا طلاب، أوكي؟ إن شاء الله توفقنا بعرض الفصل بكل تفاصيله ابتداء من البداية لحد آخر محاضرة اللي هي محاضرة رقم شنو، محاضرة رقم 30. فأشوفك إن شاء الله بالمحاضرات القادمة وفي فصول قادمة إن شاء الله.